نبي الله ورسوله حبيب الله وخليله نبي الله ورسوله حبيب الله وخليله ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى خليلا مؤاتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا واطمأنت به النوى فأصبح مسرورا بطيبة راضيا وأصبح لا يخشى عداوة ظالم قريب ولا يخشى من الناس باغيا نبي الله ورسوله حبيب الله وخليله نبي الله ورسوله حبيب الله وخليله بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتاسيا نحارب من عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا نبي الله ورسوله حبيب الله وخليله نبي الله ورسوله حبيب الله وخليله فصلوا على نبينا محمد وسلموا تسليما كثيرا.